هوية بريس نحو إعلام هادف. فنو بالمناسبة بغيت نسولك، ما بعد هذاك التعاقد شهادة أمام الله أنا اللي درته، ولكن ماشي هذاك التعاقد ديالي، خذوا كلمة التعاقد منه مشاو داروا التعاقد ديالهم، هما داروا بوسعيد هو اللي داروا بديك الطريقة، ما أنا ماشي هذاك هو التعاقد اللي كنت باغي ندير. التعاقد اللي كنت باغي ندير هو تعاقد ديال الإدماج، ريت ما يتكونوا المعلمين والأساتذة، مشاو هما ردوه تعاقد بهذيك الطريقة وكتشوفوا النتيجة ديالو إلى حد الآن. كيقولوا درنا ما داروش وما غينجحوش في داك الشيء. أنا تنقول لكم من الآن ما نجحوا في الحماية الاجتماعية. بالمناسبة بالنسبة للحماية الاجتماعية نجبد غير نقطة واحدة، البارح اتصلت بيا واحد المرأة مسكينة كتبكي، مالك لالا؟ قالت لك كانت كتجيني 14000 ريال حيت كانوا عندي جوج ديال الأيتام، دابا كيعطيوني 10000 ريال، علاش حيدتي لها 4000 ريال السيد؟ واش 4000 ريال اللي بقات فيك كيعطيوها 10000 ريال حيدوا لها داك شنو هو المقصود؟ المقصود ما تبقاش شي منحة كتسمى ديال الأراميل اللي موراها الإله بن كيران، وعرفتي اش غادي دير؟ والله واخا تجيب المال قاطع، المنحة ديال الأراميل غتبقى تقال ديال عبد الإله بن كيران، وهذا الشيء ديال عبد الإله بن كيران بعد موافقة جلالة الملك، وهذا الشيء ديال الدعم المباشر، هذا الشيء هذا أنا اللي طلبته من سيدنا، مشيت عنده أنا والسيد الله يرحمه والسيد دريش الأزمي والسيد دريش الأزمي زالحي، واستقبلناه هو وزوليخة النصري وفؤاد علي الهمة، وهضرت معاه وذكرت معاه وفهمت من سيدنا أنه ربما الظروف ماشي ناضجه باش يطبق هذاك الشيء، ومن اللي جا الوقت راه هو اللي عطى فيه التوجيهات. وانت السي عزيز اخنوش ملي طلبت منك تجي تدخل معايا في الحكومه وخرت الحكومه على ودك شهر، وانا مؤخر الحكومه على ودك، لانك كنت كنشوف باللي سيدنا باغيك انت تكون، باغي مولاي حفيد العالم يكون، خصكم تكونوا معايا في الحكومه انت ولا لا، وجيتي كانوا عندك جوج ديال الشروط باش تدخل الحكومه. الشرط الاول ما ندخلش استقلال، والشرط الثاني ما نديرش الدعم المباشر. انت هذا الشيء جيتي كتشرط، والله على ما اقول شيء، ولكن انت راجل جيب المصحف وحلف بلي هادشي ماشي صحيح، ونعاود نقولها لك شو شحال من فرصه عطيتك باش تهنى مني في السياسه، والله ما نزيد في السياسه نهار، كما عندك الجرأه والله ما تقدر ديرها. حنا الاخوان حنا ماشي حزب سياسي، بغينا ان هادو دابا شنو وقع لهم؟ مشاو كيجيبوا حتالات القوم، لا الاولين ولا الثانيين، لا اللي دار على اساس انه حزب الدوله باش ما نعرفش شنو يدير، مشى كيجمع هذوك اليساريين اللي عياو من النضال ودخلهم على اساس غادي يصلحوا كذا الى اخره، وغادي تكون عندهم القضيه دايره مزيان، ومشى كيجيب الناس اللي عندهم قاعده انتخابيه وكذا الى اخره، وجمع هادو وبغى يدير بهم اليساريون الشرفاء، رفضوا باش يدخلوا في هذا الشيء، راه تكلموا مع الساسي هو الاول وتكلموا مع غيره ورفض باش يدخل في هذا الشيء. هذا من الطبيعي ما تكونش نتيجه عند هذا الشيء الاخوان اليوم، من الطبيعي وعد بمعدلات نمو لم يصل اليها، وعد بمليون منصب شغل، الان البطاله وصلت ل 13% عمرها ما كانت، وعد برفع معدل نشاط النساء نفس الشيء، تراجعت الاستثمارات الاجنبيه، زادت عدد المقاولات المفلسه، كبرت نسبة المديونية بطريقة لم تصل إليها فيما سبق، قال الأساتذة غنعطيكم 2500 درهم ما عطاها لهمش، قال الناس الكبار، أنا بعد هذه كانت تعجب فيها، قال لك غنعطي للناس الكبار، ياك الإخوان أنتم ما راعيناش، قال لك غنعطيهم 1000 درهم، فهمتيني ولا لا؟ وما ربما ما دارش حتى الحساب، قال لك واحد، لا ما دارش الحساب، هو كاتب الحساب ولكن ربما ما قاريش ذاك الورقة صوبوها ليه، كان كيعاود لي واحد نسيبي كان كي مريح، قال عنده 100 مليون، قال غنخسر 8000 درهم في الشهر، اذا عندي 10 سنين غنكون مت، ما بقاش تيخدم، داز 10 سنين ما ماتش، ويخرج واحد 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 طاسه، قال لهم صدقه على الله على واحد الكامبو غلط في الحساب، واش فهمتي هذه الحياه ولا ما فهمتيهاش؟ لانه هو ديال الحساب ديال 100 مليون غدوز لي 10 سنين ويكون مات، 10 سنين ما ماتش باقي محتاج الفلوس، خرج كيقول لهم واحد كان مغلط في الحساب عاونوه واحد كان مغلط في الحساب، فما داروا الحساب هما وكتبوه هما في الوثيقه ديالهم 22 مليار ديال الدرهم،
من اللي جاي يديرها؟ قال له الوزير ديال الميزانية ما يمكنش السي أخرج، ما عندناش كيفاش نديروا له. وقلت له مرة أخرى السي أخرج إلا عطيتي لهذوك الناس الكبار اللي عندهم 65 عام وما عندهمش الحماية الاجتماعية 1000 درهم أنا نخرج من السياسة. يا حصيد وشوفوا الإخوان لا ولا لا باش ما ننساش كل شيء الإخوان ما ننساش كل شيء. واش كتعقلوا ولا ما كتعقلوش على المصيبة ديال المحامين؟ دابا هذيك راه ماشي كان خاص ديك الساعة يعني وهبي يخرج من يعني من من يعني من من, من الحزب، كان خاص يخرج من الحكومة، والحكومة كلها كان خاصها تخرج. ما معنى شرحوا لي انا بعدا والله الا الفاس يقولوا واول باز باز لهذ الوجوه، هذه وجوه ديال القصدير هذه، لانه درتي مباراه نجحتي 2001 ديال هادشي اللي كيقول ونضحت الجوع ديك الناس وعاودتي لهم المباراه كيفاش هادشي؟ بغيت نسولكم دابا شمن مباراة يمكن لينا ندوزو على المستوى الوطني وندوز ولا ودوز؟ لا ودوز غير دوز ماشي تقيل قال التيق غير دوز. الا دازوا الناس اللي باغينهم هادوك لا ما دوش غيديروا لك عاود ثاني تويت وخصك دير مباراة ثانية وربما دير مباراة ثالثة، ما غتبقاش عندنا مصداقية الاخوان. هاد الناس كيهرسوا الدولة ديالهم، هاد الناس راهو ما تيقوموا بالاجرام. سمحوا لي الا كنت انا كنفهم السياسه هذا اجرام، ما عندهمش الحق. على الاقل على الاقل اذا كان من الضروري اذا كان من الضروري الغي هذيك المباراه، الغيها وعودها كيوقع هادشي كيوقع. اما دير المباراه الاولى باش تنجحوا الاولين وحيت تحتجوا عليك الناس نوض دير مباراه ثانيه، يا اسف على يوسف انتي لولا. هذه مصيبه، مصيبه لا اول لا ولا اخر. وكنت سائل المغاربه كيفاش هاد الشهاده تيدوزو تيشوفو تيضحكو كيفاش القضيه هذه. الاسس ديال الدوله كتبنى على اسس، والحمد لله الدوله ديالنا هي دوله قويه، ولكن هاد الناس هادو بهذه الطريقه هذه ما غيخليولهاش يعني مشروعيه. اي ودابا بلا ما نهضروا الاخوان على هذا الشيء ديال هذا الفساد اللي ظهر في هذه المراحل الاخيره والمحاكمات وهذا الشيء. هوية بريس نحو اعلام هادف.